السلام عليكم، اهلا بكم. النهارده فيديو جديد على قناتكم عبودي. النهارده هنشرح تطبيق جديد وهو تطبيق نيكست لانشر سي دي. التطبيق ده بيخلي تليفونك بيعمل بيه نظام سي دي، هو تطبيق رائع جدا وهتندم لو ما جربتوش. هسيب لكم الرابط بتاعه اسفل الفيديو. هنفتح دلوقتي التطبيق بس نصغر الشاشه دي شويه. فتح التطبيق، ديت واجهة التطبيق من الداخل، ديت الواجهة التو دي، أيوة ديت الواجهة التو ديت مش الثري دي، ديت الواجهة الكلاسيكية. طبعا هنا في حاجة واقعة زي نظام سفينة الفضاء اللي هنا ديت، صورة ديت صورة ديت شوية كمان. طبعا احنا هنا التطبيق دوت كبير جدا، فانا للاسف مش هقدر اشرحه كله، انما هشرح جزء منه، جزء بسيط منه. هشرح بعض الاساسيات اللي موجوده في التطبيق. اول حاجه ان هي ديت الانتقالات رائعه جدا. اول حاجه الحاجه اللي تحت ديت بنحدد عن طريق الانتقالات بتاعه الشاشه الرئيسيه، وفي منها كمان نقدر نضيف بعض التطبيقات، او نقدر نضيف شورت كات اللي هي مجموعة الاوامر بتاعة البرنامج. طبعا احنا بنستفيد بالحاجات دي كلها بعض الاعدادات في البرنامج. مثلا لو جبنا افكت ميكس دوت اهوت ظهر معانا، نفتحه دوت بيظهر لي الانتقالات بتاعة الشاشة الرئيسية. مثلا تنتقل بالشكل ده، كنت تنتقل بالشكل ده اللي هو الشكل القديم، ممكن تنتقل بالشكل ده وهكذا. طبعا هنا في حاجات رائعة مثلا زي ده وده وده، في حاجات كتير كتير جدا وهكذا. في هنا نوافذ تانية زي ديت بتاعت الانتقالات بتاعت التطبيقات، شفت التطبيقات دي العادية، دي اللي هي سي دي، ديت أحسن واحدة فيهم بالنسبة لي يعني. في ديت في كتير جدا، ديت برضو ديت بتقوم بعمل حاجات على متحركة على الخلفية زي نار او حاجه زي كده زي ما انتم شايفين اهوت. ديت بتحدد لما تضغط على الايقونه تتفتح ازاي، شكل الفتح، ركز على التفاصيل. ديت بتحدد طريقه عرض الايقونات بتاعه التطبيق. ديت بتحدد الفولدر ازاي يتفتح، وديت بتحدد ازاي التطبيق في مجموعة تطبيقات كده ومجموعة تطبيقات كده ازاي ينتقل بالطريقة ديت او بالطريقة دي. ماشي، نرجع كده. ماشي، دلوقتي قلنا ان ديت ايه التو دي، نشوف الثري دي. طبعا اروع بكتير، ثانية واحدة. طبعا الثري دي غير متوفر، فاحنا بنقوم نضيف بالطريقة اللي ذكرتها قبل كده، بنقوم نضيف نوافذ إعدادات البرنامج وبعد كده نقوم فاتحينها. نضغط على نيكست شورت كات، نجيب هنا الثري دي ونجيب هنا المرافق، ضفت معاها شاشة رئيسية جايبينها، ضغطين عليها وفك سي دي. طبعا اروع بكتير بصراحة. هي ديت سي دي ظهرت معايا هيت، هيت سي على صور الصورة ديت شوية عشان تقدروا تشوفوا.
عفوا مش عارف اصغرها، بس ديت يعني السي ديت اهيت طبعا رائعة جدا يعني. اهوت طريقة عرض مختلفة، ديت الطريقة السي دي اهيت. طبعا في حاجات تانية عايزين نتعلمها في البرنامج، البرنامج في حاجات كتير جدا. اول حاجة من اهم الحاجات السيم، السيم ده عبارة عن زي ستور او سوق بتفتحه وتحمل منه ملحقات بتاعة التطبيق. طبعا اهوت ديت كلها حاجات متعلقة بالتطبيق وتأثيرات مختلفة نقدر نضيفها على التطبيق ديت. طبعا ديت بتحمل من متجر جوجل بلاي اهوت، يعني دوست على اي واحدة قوم حول لي على جوجل بلاي. في حاجة قبل ما امشي أولانية في الفيديو، بس في حاجة عايز أعرفها لكم في التطبيق. طبعا هو تطبيق مثالي جدا يعني من أروع التطبيقات الموجودة على متجر جوجل بلاي. حاجة مثلا احنا السفينة ديت كأنها كده مسحتها، عايز أرجعها تاني أعمل ايه؟ أو واحدة أو البتاعة ديت مثلا تجاي برضو مسحتها، عايز أرجعها تاني أعمل ايه؟ بنقوم الطريقة ديت مش عارف صعب التو دي، استصعبت معايا في التو دي في الثري دي. نفتح التو دي عشان هي متوفرة في التو دي، في التو دي ضفنا الأيقونة فين. هنا مفيش تو دي، هنقوم نضيفها. نضيف 2D هنفو ماشي، ضفنا 2D ونفتحها كده. هنرجع تاني لل 2D رجعنا تاني للشاشة ال 2D. هقولكم ازاي نضيف زي ما قلتلكم. بنقوم جايبين في الشاشة ال 2D، بنقوم جايبين اللي هي ديت عشان نصعب شوية الوصول اليها. هنا نقوم ضاغطين على ديت، ادي ديت الثلاث حاجات اللي هم الموجودين المتاحين، الباقي ده كله مش متاح بنحمله احنا من متجر جوجل بلاي. اهوت ترى سبيس موفق ونضيفها، ضفت معايا للشاشة. أرجو ان يكون الفيديو عجبكم. ايوه نسيت ما اقول لكم على حاجة، نيجي ندوس على السفينة، دي حاجة رائعة جدا. أدو. السفينة عيلتنا السفينة نرجع كده، نيجي ندوس على السفينة ديت تحصل حاجات غريبة ممكن تبهر بيها أصدقائك. بس يعني ده كان موضوع الفيديو بتاع النهاردة، أرجو إن هو يكون عجبكم. أرجو تحميل التطبيق إنه رائع جدا. لقاء في فيديو جديد على قناة كومبوني، متنسوش عمل لايك للفيديو واشترك بيه القناة. أشوفكم على خير.